فين النهارده؟ النهارده الفطار مع الحاج الضوي وعبد الناصر. مرحب بيك يا عبد الناصر. مرحب بيك يا عبد الناصر، الله يخليك، الله يحفظك يا رب. تسلم بين اهلك وناسك والله. فانا اعتبروني موجود هنا عند الضوي في حدود يومين، بس انا قاعد لسه هنا في لوكسور حوالي اسبوع، عشان لسه معايا شغل يعني. هنا راجل المحترم اللي جاي من الغردقه جداير. مرحبا اسمي كريم يا خال. اخوك سيد. يا مرحب بيك يا عم سيد، تشرفنا بيك. تسلم يا عصير، ربنا يحفظك يا رب. تسلم. يلا يا عم. اتفضل يا اخي. ابو علي. السلام عليكم شباب. مرحبا. بسم الله. اتفضل يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. اتفضل. قول لي الراجل علبس الجلابيه، انت عارف داخل، انا داخل بكمرتي على طول. بس يا حبيبي يعني انا داخل غربيه. عملي عملي اخبارك؟ عملي صحتك؟ ايه الحال؟ تمام الحمد لله. زي الفل. بسم الله الحمد لله تمام. عشان بس هنقفل البس، انا موجود مع الضوء ان شاء الله زي ما قلت لكم يومين، وقاعد هنا في لوكسور حبيبي. انا قاعد هنا في لوكسور اسبوع ان شاء الله، لسه معايا شغل كتير في لوكسور، بس الرجل ده حقه عليا ان انا اكون في ضيافته يوم او يومين، بس انا قاعد معاه يومين عشان في حكايه بينه وبينه. الله يحفظك، بارك الله فيك، بس لسه في حكه كتير بينه وبينك، لان انا زعلان منه. اه والله زعلان منه بجد يعني حبيبي. لا ما عشان هو حبيبنا الراجل لازم نزعل منه. بالظبط بالظبط يعني حبيبي يا عم عبد الناصر، الله يحفظك، الله يخليك، تسلم، الله يبارك لك. السلام عليكم شباب، الشرف لي.